ولنقاش ملف استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق وعدم محاسبة قتلة الناشطين والصحفيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم. وفقا لموقع ميديا بارتا الفرنسي، فإن ميليشيا حزب الله هي المتهم الرئيس في عمليات اغتيال الناشطين والصحفيين في العراق. كيف يمكن تبرير الصمت الحكومي عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين؟ اولا لدينا ملاحظه على التقرير ونحن على تواصل مع هذه المنظمه. هم يعني اخطاوا بالرقم 100%، لانه هذا العدد 8000 هو من 3 اقضيه في محافظه الموصل وليس من مركز المدينه، يعني فقط 3 اقضيه من محافظه الموصل يصل هذا العدد الى اكثر من 8000. اما بالنسبه للجهه المتهمه واللي هي كتائب حزب الله، فعلينا ان نتذكر ان يوم القي القبض على مطلقي ما يسمون بمطلقي كاتيوشا، كتائب حزب الله داهمت المنطقه الخضراء واحتلت موقع المقر الرسمي اللي في المنطقه الخضراء لقوات مكافحه الشغب، وحتى طوقت يعني مكتب الكاظمي القائد العسكري المسؤول عن المنطقة الخضراء لم ينفذ أوامر الكاظمي واستجاب لطلباتهم. إذن نحن أمام حكومة يعني ضعيفة أمام هذه الميليشيات، بل متسترة. يعني الأمر يصل الآن أصبح يعني حالة تستر من هذه الحكومة، والحكومة جزء من المشكلة، لا يمكن أن تكون جزء من الحل. حتى الآن الكاظمي وغير الكاظمي لم يسمي شخص واحد، لم يقول كلمة ميليشيات، لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة. نعم. تحدثت أيضا عن الحل الذي جزء منه هو أن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال مستمرة في العراق. إلى أي مدى تهدد هذه السياسة مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور العراقي وكذلك القانون الدولي الإنساني؟ الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، وهذا الأمر أصبح بالعراق يعني عنوان منذ سنة 2003 حتى الآن. عملية الإفلات من العقاب أصبحت أمر شائع ومعروف في العراق. نحن نشاهد قتلة ومجرمين يرتقون إلى مناصب حكومية ويظهرون في وسائل الإعلام ويهددون بالقتل في وسائل الإعلام، لكن للأسف دائما الحكومات لا نستطيع أن نقول أنها لا تستطيع، الحكومة تستطيع لكنها جزء من المشكلة، وكل من يمثل يعني من يعمل في هذه الحكومة سواء في البرلمان أو في الأجهزة الأمنية والقضائية وغيرها كلهم من أبناء الميليشيات وأحزابها. بعد هجوم الميليشيات على إحدى القنوات التلفزيونية في العراق وإغلاقها، ما مدى خطورة ذلك على حرية التعبير ومساعي فرض اللون الواحد في العراق بالرغم من التنوع الموجود في الثقافات والأديان والطوائف؟ هذا الأسلوب أسلوب إجرامي ويندى له جبين الإنسانية. يعني قمع الإعلام في العراق بهذه الوسيلة أمر مخزي ومعيب، مع التأكيد على أنه العراق من أكثر الدول التي تنتهك حرية الإعلام وتسكت الصحفيين وتعتقلهم وتغتالهم. لكن هذا التطور الأخير في ظل حكومة ما يسمى الكاظمي الذي وضع يعني من أهدافه وبرامجه وشعاراته الكثير، لكنه لم يستطع أن يفعل أي شيء. الأمر خطير جدا الآن، وهذا اللي تم يعني بالإضافة إلى أنه يمثل حرب عقائدية يعني إجرامية، يمثل الكثير بالنسبة لوسائل الإعلام ولحرية الإعلام. من وعود الكاظمي أيضا حصر سلاح الميليشيات بيد الدولة وكبح جماحها، كيف يمكن تقييم إنجازات الكاظمي في هذا الشأن ومدى قدرته على تنفيذ وعوده بالفعل والإيفاء بها؟ سيدتي، الكاظمي الآن لحد الآن يعني إعلاميا وصحفيا يعني قدم الكثير. الكاظمي لا يستطيع أن يغادر يعني أنه صحفي وإعلامي، هذا أمر معروف. حتى الآن السلاح استفحل والميليشيات تكاثرت،
نحن لدينا معلومات مؤكدة بأن هناك 7 ميليشيات أخرى تشكلت، السلاح أصبح أكثر انفلاتا. المشكلة الكارثية الأخيرة اللي هي أن هذه الميليشيات من خلال تجنيد أبناء شيوخ عشائر، شيوخ العشائر، استدرجت العشائر للميليشيات، فأصبحت هناك كارثة أخرى، كارثة سلاح الميليشيات وكارثة سلاح العشائر. أما ما يخص الكاظمي فالرجل أصبح من الواضح أنه يريد يستدرج العراقيين والمجتمع الدولي بوعود وعبارات وخطابات لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى يأتي موعد الانتخابات ويبقى الحال هو على ما هو عليه. من يستطيع أن ينتخب؟ من يحمل ناخب والمنتخب في ظل وجود 77 ميليشيا تحمل أسلحة كاتم الصوت وغير وعالية الصوت وغيرها؟ شكرا جزيلا لكم الناشط الحقوقي علي القيسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.